الله بأمر الله إن شاء الله إذا تعدلت الأوضاع إن شاء الله وعملوا واهتموا الاتحاد واهتموا هيئة الرياضة بالدوري واهتموا بلاعبينهم واهتموا بأن يرفعون من اسم الكويت رياضيا القادسية بياخذ والحكام يقعدونهم يعمل لهم دورة أولى وثانية وثالثة ويشوفون الدوري الإنجليزي ودوري الأسباني ودوري الألماني ودوري الإيطالي ويشوفون المستوى التحكيم صح. احنا ما ننقد ربعنا لكن ننقد بمستوى التحكيم وليس بشخصهم. لكن احنا نتمنى ان شاء الله الدوري بامر الله ان شاء الله هي من اول لعبه واللعبه الثانيه بامر الله الدوري القادسيه. بس بقول لك الكويت بعد ما رجع لمستواه مستوى كبير هيبقى صعب. هاي نادي الكويت. نادي الكويت اي والنعم حط بالك. المهم ان شاء الله نادي الكويت اذا الله راد ان شاء الله ياخذ الدوري. يعني مش يعني كنت بقول لك احنا المنافسه على المركز الثاني. مين يفرق من الثاني؟ مشجعين والله ليش لا؟ نادي عريق وكبير نادي الكويت، نادي القادسيه عريق واعرق، ونادي العربي عريق، وكلهم الحمد لله انديه كبيره وكاظمه نادي عريق. واي نادي يهتم اداريا يهتمون فيه في لاعبينهم يوصل. كان نادي النصر الحمد لله، نادي النصر اللي كل قال مطقاقة الأندية، لا بالعكس نادي النصر من 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 الآن ينافس حتى على الدوري وراح يشوفونه إن شاء الله. شوفونه. شفت اللقطة اللي كانت بين جمعة سعيد الكرة اللي عادت برجله؟ أدري سمعناها. كنت أتمنى المفترض إن جمعة سعيد لاعب محترف، واحد صغير عمره 18-19 سنة، صغير شاب، المفروض اللاعب اللعبة هذه يصفق له مو يدزه ويقطه. ويفترض ان عقابه من نادي الكويت اداريا، وانا واثق من اداره النادي نادي الكويت انهم سوف يعاقب وراح يردعونه. لان انا لدرجه ان ما عمري شفت محترف في نادي في في في, في دورينا او السنين اللي طافت غير هذا الانسان يطق ياذي موذي يعور اللاعبين حتى ياثر حتى على لاعبين نادي الكويت. يفترض ان نادي بإدارة مثل إدارة ثقيلة مثل نادي الكويت يعاقب تعقيب كامل، يحكمون عدل، خلونا يتأدب ويحترم اللاعبين ويحترم الملعب اللي هو يلعب فيه. بس شكرا. عفوا.